المقضية، تخاف من ويلات الذنوب وتترك لذة عيشها في سبيل أن تلقى ربها وهو راض عنها، فيغفر الله ذنبها ويسر عيبها، وهو الذي يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه. وفي الصحيحين أن امرأة من الصحابيات كانت في المدينة، وسوس لها الشيطان يوما وأغراها برجل فخلى بها عن أعين الناس، وكان الشيطان ثالثهما، فلم يزل يزين كل واحد منهما لصاحبه حتى زنيا. فلما فرغت من جرمها تخلى الشيطان عنها، فبكت وحاسبت نفسها وضاقت عليها حياتها وأحاطت بها خطيئتها حتى أحرق الذنب قلبها. جاءت إلى طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام، وقفت بين يديه ثم صاحت من حر ما تجد، قالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم والتفت، فجاءت بشقه الآخر، قالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فأعرض عنها لعلها أن تخرج فتتوب بينها وبين الله، فخرجت من عنده والذنب يأكل فؤادها، فلم تطق صبرا. فلما جلس عليه الصلاة والسلام في مجلسه من الغد، فإذا بها تقبل إليه، قالت: يا رسول الله، طهرني. فأعرض عنها فصاحت من حر فؤادها، قالت: يا رسول الله، لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا. فالتفت إليها ثم قال: أما لا فاذهبي حتى تلدي. فخرجت من المسجد ومضت إلى بيتها تجر خطاها، قد كبر همها وضعف جسدها ودمعت عينها وامتلأ بطنها. ذهبت تعد الساعات والأيام والآلام تليد الآلام. فلما مضت 9 أشهر ضربها المخاض، فلم تزل تتلوى من الألم حتى ولدت. فلما ولدت لم تنتظر نفاسها، بل قامت من فراشها وحملت وليدها في خرقتها، ثم مضت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضعته بين يديه، قالت: هذا قد ولدته يا رسول الله، فطهرني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فإذا هي في نفاسها وفي تعبها ونصبها، ونظر إلى وليدها فإذا هو صبي في مهده يتلبط بين يدي أمه، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فذهبت وغابت 2 سنين كاملتين عاشتها مع فلدة كبدها، يتقلب في حضنها ويرضع من ثديها، تغسل وجهه بدمعاتها وتودعه بنظراتها. فلما فطمته من الرضاع لفت عليها ثيابها، ثم خرجت من بيتها بولدها وناولته في يده كسرة خبز، ثم أتت به يمشي معها حتى وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا نبي الله، هذا قد فطمته وقد أكل الطعام، فطهرني. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام الصبية إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها حتى ماتت. نعم ماتت، لكنها غسلت وكفنت، وقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها وهو يقول: لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لقبل منهم، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ ماتت وجادت بنفسها في سبيل الله. نعم ماتت، فطوبى لها. وقعت في الزنا وهتكت ستر ربها وشهدت الملائكة الكرام واطلع الملك العلام، لكنها لما ذهبت اللذات وبقيت الحسرات تذكرت يوم تشهد عليها أعضاؤها التي متعتها بالزنا: رجلها التي مشت بها، يدها التي لمست بها، لسانها الذي تكلمت به، بل تشهد عليها كل ذرة من ذراتها وكل شعرة من شعراتها. فتذكرت حرارة النيران وعذاب الرحمن يوم يعلق الزناة في النار ويضربون بسياط من حديد، فإذا استغاث أحدهم من الضرب نادته الملائكة تقول: أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه؟ وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتابت توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. جاءت إليه ونار الجوف تستعر
ودمعة العين لا تنفك تنهمر. فأقبلت ورسول الله في حلق من صحبه وفؤاد الدهر مفتخر. قالت له يا رسول الله معذرة ينوء ظهري بذنب كيف يغتفر. فجال عنها وأغضى عن مقالتها وللتمعر في تقطيبه أثر. قالت وللصدق في إقرارها شجن والصمت يطبق والأحداث تختصر. أصبت حدا فطهر مهجة فنيت وشاهدي في الحشاء كذب الخبر. فقال عودي وكوني للجنين تقى فللجنين حقوق ما لها وزر. ما أودعت سجن سجان وكافلها تقوى الإله فلا صوت ولا أثر. حتى إذا حان حين وانقضى أجل وقد تقرح منها الخد والبصر. حل المخاض فهاجت كل هائجة مثل الأسير انتشى والقيد ينكسر. فأقبلت يا رسول الله ذا أجلي قال العناء وكسري ليس ينجبر. فقال قولة إشفاق ومرحمة والقلب منكسر والدمع ينهمر. غذ الوليد إلى سن الفطام فقد جرت له بالحقوق الآي والسور. حتى إذا منقضت أيام محنتها تكاد لولا عرى الإيمان تنتحر. جاءت به ورغيف الخبز في يده وليس يعلم ما الدنيا وما القدر. قالت فديت رسول الله ذا أجلي قد ملني الصبر والعقبى لمن صبر. فقال من يكفل المولود من سعة أنا الرفيق له يا سعد من ظفر. فاستله صاحب الأنصار في فرح وحاز أفضل فوز حازه بشر. كأنما الروح من وجدانها انتزعت يا للأمومة والآهات تنفجر. وكفكفت دمعة حرى مودعة وللأسى صورة من خلفها صور. واستبشرت بعبير التوب واغتسلت كما يلقي صلاد الصخرة المطر. سارت إلى جنة الفردوس فابتسمت لها الربا والنعيم الخالد النضر. وجنة الخلد تجلو كل بائسة يحلو إليها الضنا والجوع والسهر. إن غرها طائف الشيطان في زمن فلم تزل بعدها تعلو وتنتصر. هكذا كانت النساء رجاعات ثوابات